نحن هنا على أطراف العاصمة بغداد، حيث منطقة الباوية التي تضم هذه المقبرة. فيها عشرات الجثث والرفات دفنت هنا بصورة غير شرعية بحسب شهادات الأهالي. وقد تحولت هذه الأرض الواقعة في حي المعامل جنوبي بغداد المحاطة بالدور السكنية إلى مقبرة غير مرخصة قانونيا. يقوم أهالي المناطق المجاورة بدفن جثث موتاهم فيها من دون حتى شهادات وفاة، مثل هذا الرجل الذي لم نستطع الاقتراب منه، رغم أن القبور تشير إلى أن المدفونين فيها هم من الأطفال حصرا، إلا أن الأهالي يؤكدون حدوث حالات دفن لجثث أشخاص بالغين وربما مصابون بوباء كورونا، ودائما ما تحدث بعد منتصف الليل. قامت العالم تجي تبني هناية قبور وسوي المكتول، وبلغنا بيها أزيد من مرة. كانت فرقة 11 هنا موجودة، بلغناهم عندهم علم، والاتحادية بلغناها وما جوا يسوونا فتح لها. هذه زين، هاي مشكلة. يعني حتى قبل فترة واحد جابوه هنا كبير، نزلوه من السيارة، احنا بيوتنا مقابلهم ونشوفهم، بس احنا ما نقدر كلش نسوي لهم. ولد كبير دفنوه هنا، ما ادري مقتول، ما ادري خاطفينه، لا شاهد وفاء اكو. يعني المقبرة مو رسمية، يجي اكو واحد هنا يدفن، ينطونا 50,000 75، يحفر له حفرة ودفنه. الأهالي يبدو أنهم سئموا من كثرة الشكاوى التي تقدموا بها إلى الجهات المعنية لمنع الدفن هنا من دون جدوى، مع صعوبة منع الناس من الدفن بسبب الخشية من الدخول في مناكفات عشائرية قد تكون عواقبها وخيمة. هذه الأسباب جعلت من هذه المساحة بؤرة لممارسة السحر مثل هذه المشاهد. هاي المقبرة يعني دفنها مو رسمي، يعني عندك هذا بزل مجاري، المنطقة كلها عليه باشر عقب الأمانة، يد ناشد الأمانة هم بنفس الوقت. الأمانة إذا تيجي تحفر هذا البزل، مين تحفره؟ أحد يقدر يوصل هنا؟ يعني آليات تعبر هنا على البزل تحفر؟ وبالنسبة للسحورة غير، هاي شيء منتهي منه. يعني هاي أنت طلعت هاي بيدك الولد، طلع هذا أول واحد. وبحسب خبراء القانون فإن هذه المقبرة تعد تجاوزا على أملاك الدولة، وكذلك هي خارج التصاميم الرسمية للعاصمة بغداد، ومخالفة للضوابط والأحكام التي تمنح الحق في دفن جثث الأموات إلا بوجود شهادات وفاة. تعتقد استحداث مقابر خارج التصميم الأساسي ومخالفة قانونية، كما أن عمليات الدفن بدون تصاريح من الطب العدلي التي توضح أسباب الوفاة تعتبر مخالفة، وقد تكون مظنة لارتكاب جنايات في داخل المدينة. ومع جميع محاولات منع الدفن هنا، إلا أن هذا المنحدر الذي يطل على البزل أصبح مقبرة أيضا يسهل الدفن فيه بعيدا عن مرأى العوائل السكنية في هذه المنطقة، لتتوسع المقبرة بعيدا عن رقابة الجهات الحكومية المعنية الغائبة عن الكثير من زوايا حياة المجتمع العراقي. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تي في.